استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، استقبل معالي الشيخ دعي بن سلمان بن أحمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بحضور معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وفي بداية اللقاء هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة معالي الشيخ دعي بن سلمان آل خليفة بمناسبة الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعيينه نائبا لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، منوها سموه بالخبرات الإدارية والفنية التي يمتلكها معالي الشيخ دعي بن سلمان آل خليفة والتي ستساهم في تطوير العمل الشبابي والرياضي في المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ خطط واستراتيجيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة والرامية إلى تحقيق كافة أشكال التطور والنماء لمنظومة القطاع الشبابي والرياضي. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن تعيين معالي الشيخ دعي بن سلمان آل خليفة نائبا لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيشكل إضافة جديدة لعمل المجلس في الفترة المقبلة، وستكون له انعكاسات إيجابية على القطاع الشبابي والرياضي، وسيساهم في تقديم المزيد من المبادرات الرائدة لتكون البحرين عاصمة الشباب والرياضة. من جانبه أعرب معالي الشيخ دعي بن سلمان بن أحمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على ثقته السامية بتعيينه نائبا لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكدا معاليه أنه سيسعى إلى تسخير خبراته الإدارية والفنية من أجل دعم الخطط والاستراتيجيات التي ينفذها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تجاه القطاع الشبابي والرياضي في المملكة.